مصطفى فتحي احنا اتكلمت عليه يوم 17/1، قلت كلام مهم جدا هنسمعه وارجع اقول لكم ايه القصه وايه الكواليس وايه اللي بيحصل واخر حاجه موجوده لمصطفى فتحي على ترابيزه موجود دلوقتي، ايه اللي بيحصل؟ كواليس مهمه جدا، نسمع بس الجزء ده الاول. فكرني الموضوع دوت بان اي لعيب بيجي من اي حته، من اي جرن، من اي كفر، من اي محافظه، من اي دوله، نادي الزمالك بيلمعه كويس جدا جدا، والاهلي طبعا بيلمعوا اللعيبه قوي قوي، واول ما يتلمعوا يفتروا على نادي الزمالك، يفتروا على النادي. مصطفى فتحي افترى على نادي الزمالك؟ اولا ما فيش قيد، يعني ما عندناش حد نقدر نجيبه في يناير مكانه. مصطفى فتحي افترى على نادي الزمالك؟ ما انا هقول لك دلوقتي، ما انا هقول لك ليه، ما انا بجاوب لك واحده واحده. ماشي. هو دلوقتي ما عندناش قيد يا مهيب. ادي الجواب اهو بتاع نادي التعاون. عشان بس نثبت ان هم مليون، في ناس شككوا في المليون دولار. لا مليون دولار، 16 مليون جنيه وشويه. الصوت والصوره اهو حلو جدا، يعني ف كصفقه لنادي الزمالك وهو حر، لان هو اربع شهور. انما ده دي نقطه مهمه يا جماعه، زي ما انت قلت هو حر، يعني أيوه. هو كمان كام شهر هو مهم، هو حر. ايوه بس هل في بس قلنا نجدد وتستمر في النادي او جدد وبعدين نروح باعاره وارجع، هو رفض. ده بعد اللي عمله نادي الزمالك لمصطفى فتحي والاسم الكبير اللي عمله لمصطفى فتحي، دخله منتخب مصر وعمل حاجات كتيره جدا لمصطفى فتحي، لما رجع مصاب اتعالج على حساب الزمالك مده طويله جدا. صح. ولسه راجع، وما انا ارد الجميل لنادي الزمالك ان انا همشي يا مصطفى، همشي لغايه ما خلاص امشي وهات بقى مليون دولار وخلاص ومع السلامه. نفس الحكايه ساسي، نفس الحكايه. طيب. يتلمع مشي ما سؤال بس صغير وكمل. بص الزمالك مستمر بمصطفى، بجمال، طبعًا. بحازم، باي حد مستمر. طبعا هل في بند في العقد ان هو يعود لنادي الزمالك؟ هو حر اصلا. لا في بند مكتوب. لا هو حر بما فيه. خلاص هو حر. هو حر. طيب لان انا هديك مفاجاه بس دي بقى عايز اقول لك حاجه، دي هديله مفاجاه بقى، دي بقى نقطه كويسه جدا لمجلس اداره الزمالك بخاطر المستشار مرتضى منصور. هيمشي ببلاش هو بعد 3 شهور. ببلاش من حقه. انما ما استفاد منه 16 مليون. احنا قلنا كده مع فرجاني. نقول كده يا جمال. قلنا كده مع فرجاني ساسي. لان في كتير جدا لعيبه كويسه راحت منتخب مش تاخدها مني بقى على لساني. اخدها منك. واحنا احنا دلوقتي التاريخ كام؟ 17. عوده مصطفى فتحي هتكون للنادي الاهلي. انا بقول اهو احنا في تاريخ 17. يبقى مصطفى فتحي عودته من التعاون هتكون على النادي الاهلي. وبنشرقي برضو احنا ولا؟ لا انا بك خلينا واحده واحده. طب نلحق نجيب بنشرقي بقى بالمره. احنا 17 كام؟ سجل يا ميدو. 17/1/2022. طب نلحق نبيع بنشرقي بمليون وهو كمان؟ ايه؟ نلحق نبيع بنشرقي بمليون. يا ريتك كنت بعت بنشرقي يا كابتن اسامه بمليون وكان الزمالك استفاد منه. ده اللي بيحصل يا جماعه. ممكن مصطفى فتحي يرجع الزمالك، يرجع الزمالك، لكن هل في بند موجود ان هو يرجع الزمالك؟ ما اعتقدش. حاجات اللي الامور زي دي ما بتبقاش رسميه. يعني طالما هو اتباع خلاص، قول لي بقى اصل في بند عدم رجوع، ياما لعيبه راحت وفي بند وما رجعتش. محمد حمدي مثلا ممكن يرجع الزمالك، هل في بند في الاهلي؟ ممكن يكون في بند، الحاجات دي مش رسميه. من